أعزائي مشاهدي التلفزيون العربي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العربي الرياضي، ونبدأها بالعناوين. مبروك مبروك علينا الصدارة، ومتصدر لا تكلمني. الترجي يفض الشراكة على صدارة المجموعة الثانية مع الأفريقي في الدوري التونسي. والعين يقلب تأخره إلى فوز ويقفز إلى المركز الثالث في سلم الترتيب في الدوري الخليج العربي الإماراتي. وجلوب سوكر العالمية تكشف عن قائمة المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب عربي للعام 2016. وأيضا في العربي الرياضي آخر الأخبار الرياضية مع زميل أحمد الأغا. خلينا نرحب بضيف في الاستوديو الكابتن علي الحبسي نجم نادي ريدينج الإنجليزي والمنتخب العماني. أهلا بك. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. حياتك، نورنا. شكرا كابتن علي، هرضك بقى الماتش اللي فات، معلش الماتش اللي اتعمل الماتشات الجاية إن شاء الله. خلينا نبتدي حلقتنا النهاردة. يمكن أربع مباريات في الدوري التونسي، في كل الأنظار اتجهت نحو مباراة الترجي مع الأولمبي الباجي، ومباراة مستقبل قابس مع النادي الأفريقي اللي يمكن فرط في صدارة المجموعة الثانية لصالح الترجي التونسي. تفاصيل أكثر عن الدوري التونسي في التقرير اللي جاي. استعادت جماهير الترجي الرياضي التونسي فرحة الانتصارات بعد أن تمكن فريق الدم والذهب من الفوز بنقاط مباراته أمام الأولمبي الباجي بنتيجة هدفين مقابل هدف بفضل ثنائية لمهاجمه طه ياسين الخنيسي لحساب الأسبوع التاسع من الدوري المحلي. صعب على صعبنا احنا لأرواحنا، يلزم كل جماعة تاخو حق، تسحق أربعة تاكل أربعة، تسحق خمسة تاكل خمسة، احنا صعبنا تروح على أرواحنا، إن شاء الله يخدم عمار سوايح وجاي خير وكاها. الحمد لله يا ربي، ماتش صعيب، ما الترجي مازالت ما تقنعش. يلزمها شوية خدمة وإن شاء الله ربي معانا. فوز الترجي مكنه من افتكاك صدارة المجموعة الثانية من الغريم التقليدي الإفريقي الذي اكتفى بالتعادل بنتيجة هدف لهدف في تنقله إلى الملعب الجبسي. مبروك مبروك علينا الصدارة، ومتصدر لا تكلمني. الحمد لله يا ربي، حققنا ثلاث نقاط مهمة ياسر، خلينا تراجعنا في المرتبة الأولى إن شاء الله من حسن إلى أحسن. وكانت بقية مباريات الجولة قد دارت يوم أمس السبت، والتي أسفرت عن تصدر صفاقسي للمجموعة الأولى برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن النجم الذي مني بهزيمة قاسية أمام صاحب المركز الثالث نادي اتحاد بن قردان. أما في صراع أسفل الترتيب فقد تراجع أولمبيك سيدي بوزيد إلى المركز الأخير في ترتيب المجموعة الأولى، فيما تعقدت مهمة المستقبل الرياضي بالمرسى بشكل كبير في المجموعة الثانية بتجمد رصيده عند 3 نقاط. علي الجاسمي، التلفزيون العربي، تونس. قبل ما اتكلم معاك عن النتائج كابتن علي، يمكن اول مره نتكلم مع بعض وانت ضيفنا في الاستوديو عن الدوري التونسي، بس تقسيم الدوري التونسي الى مجموعتين، مجموعه فيها الترجي والافريقي، بنتكلم عن الفرق الكبيره في تونس، والناحيه الثانيه في النجم الساحلي والصفاقسي. هل انت شايف ان مفيد للكره التونسيه؟ والله اعتقد تقسيم الفرق لمجموعتين كدوري، اعتقد ان ما اعتقد ان هي من مصلحه الكره التونسيه او حتى مصلحه الـ يعني عفوا يعني زي ما انت شايف كابتن علي، انا اسف المقاطعه، بس يعني ترتيب الفرق الترجي في المركز الاول 21 نقطه، والافريقي التونسي ده تقسيم المجموعه، ده المجموعه الثانيه، والصفاقسي والنجم الساحلي في المجموعه الاولى. اول حاجه لما تشوف تقسيم المجموعات، اليوم انت كلاعب راح يكون مقصور على عدد معين من المباريات، انا ما اتكلم اللي هو دائما انت تتكلم عن المتصدر او ثاني الترتيب، لان دائما يكون فرصته اكبر انه يلعب عدد مباريات بعد ما يتاهل يقابل من المجموعه الثانيه. اما اليوم انت كلاعب كره قدم دائما انك تحب تلعب اكثر عدد مباريات في الموسم، فاليوم لما تقسم الدوري كمجموعتين انت راح تظلم اول شيء عدد مباريات اقل للاعب، ثاني شيء راح تحرم جماهير كثيره من انها تشوف بعض الانديه، او حتى تحرم بعض الانديه من انتظار بعض الدربيات اللي هي تكون صح. لها طابع خاص في الدوري نفسه او حتى كجماهيريه صح. فهذا الشيء اعتقد ما هو من مصلحه الكره التونسيه. في الجانب الثاني احنا لما تشوف كل دوريات العالم
نسبة جدا بسيطة وقليلة انك تحصل دوري مقسوم على مجموعتين. صح. فالقرار هذا ما اعتقد هيش من الايجابية اللي هم جالسين يفكروا فيها في الكرة التونسية والاتحاد التونسي. بس انا كوني كلاعب اعتقد اني راح انحرم من اشياء كثيرة فنية. كلامك يعني كل الناس كانت بتستنى الافريقي والترجي، بتستنى الترجي والنجم الساحلي، الافريقي والصفاقسي. اكيد مثل ما قلت لك راح الجماهير راح تنحرم من مباريات كثيرة، دربيات كثيرة. اليوم أنت لما 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 تحرم فئة كبيرة من الجماهير أن تتابع تشوق، غير الجماهير اليوم الصحافة لما تتكلم عن المباريات، اليوم أنت كصحافة تحب أنك يعني تطرح مواضيع معينة أو تثير الشارع الرياضي بطريقة معينة، فراح تنحرم من هذه الأشياء كذا. فهي كلها المنظومة راح تنقصها أشياء كثيرة. فالقرار أعتقد أنه يجب أن يدرس بطريقة أفضل من مصلحة اللاعب التونسي والرياضة التونسية. يعني هل أنت شايف يعني زي ما احنا شفنا قدامنا دلوقتي في المجموعات أن برضو دايما المنافسة والصدارة بتبقى لصالح الترجي والأفريقي؟ يعني شايفين 20 نقطة و21 نقطة؟ أكيد يعني لأنه هم الفرق اللي هي دايما تكون أميز، يعني القاعدة الجماهيرية، الثبات على المستوى، نفس الشيء القوة المادية اللي هم يتمكنوا فيها، كل هذه الأشياء أكيد راح تنصب مصلحتهم. بس يبقى مثل ما قلت لك اليوم الفرق مقسمة على خمس مجموعتين، خمس فرق خمس فرق. فأعتقد أن المسألة لازم تراجع بطريقة أفضل. مثل ما تشوف هنا الترجي ونادي الأفريقي هم متصدرين فارق، يعني فارق عدد نقاط كبير، يعني كل مجموعة خمس مباريات تلعب كم 10 مباريات. فأعتقد أنك يعني راح تكون المسألة جدا صعبة في المستقبل. أكيد يعني يمكن زي ما قال وذكر كابتن علي، بنشوف في بعض الدوريات أن بيلعب بلاي أوف، يعني بيبقى أول ثلاث فرق بتلعب مع أول ثلاث فرق أخرى، يعني اللي هم الصاعدين من الدوري الدرجة الثانية. إنما بنشوفش كتير الحقيقة تقسيم المجموعتين بيقلل من فرص الفرق، وفي نفس الوقت كمان من الإثارة والمتعة اللي بنشوفها. الدوري العام هو دوري كل الفرق بتلعب مع بعضها، واللي يحصد نقاط أفضل هو بيكون بطل الدوري. إنما هنشوف إيه اللي هيحصل في الكرة التونسية، هل هيكون مفيد ولا لا، أكيد بعد الموسم الحالي. خلينا نروح لجولة مع أهم الأخبار الرياضية مع زميل أحمد الأخ. شكرا للزميل نادر، وأهلا بكم مشاهدينا إلى جولة سريعة في أهم الأخبار الرياضية، والبداية من الدوري الإنجليزي. وفي مباراة مجنونة سقط ليفربول في فخ بورنموث بهزيمته بأربعة أهداف لثلاثة ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر. بورنموث قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز في آخر ربع ساعة بتسجيله ثلاثة أهداف بعدما قلص الفارق من علامة الجزاء ليشتعل الصراع على مراكز المقدمة ببقاء الريدز في المركز الثالث من 30 نقطة. وفي لقاء آخر عاد مانشستر يونايتد بنقطة من موقعة إيفرتون بعد قبوله بالتعادل الإيجابي، فوضع الشياطين بالمركز السادس من 21 نقطة. من إنجلترا إلى ديربي العاصمة الإيطالية، فقد قلص روما فارق الصدارة بينه وبين يوفنتوس بفوز على لاتزيو بهدفين، حمل توقيع الهولندي ستراتمان والبلجيكي ناين جولان، وبهذا الفوز خطف روما الوصافة من ميلان برصيد 32 نقطة وبفارق 4 نقاط عن اليوفي. أما لاتزيو فبقي خامسا من 28 نقطة. عاد فينورد للعزف من جديد على نغمة الانتصارات بتغلبه على سبارتا روتردام بنصف دزينة من الأهداف مقابل هدف في منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الهولندي. وبهذا الانتصار عزز فينورد من صدارته للترتيب العام رافعا رصيده إلى 36 نقطة، فيما تجمد رصيد سبارتا عند 17 نقطة في المركز العاشر. حقق أندرلخت فوزا مستحقا على كوترايك بثلاثة أهداف لهدف في الأسبوع السابع عشر من الدوري البلجيكي، وليرفع أندرلخت رصيده من النقاط في المركز الثالث خلف كلوب بروج وزولتا إلى 31 نقطة. أكرم أولمبياكوس ضيفه ليفادياكوس بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع العاشر للدوري اليوناني، وليغرد حامل لقب الموسم الماضي وحيدا في صدارة الترتيب العام من 25 نقطة.
وأخيرا إلى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، فقد أزاح مينيسوتا تيمبرولفز فريق تشارلوت هورنتس عن قمة المجموعة الشرقية بتغلبه عليه بنتيجة 125 نقطة مقابل 120، ويدين مينيسوتا بانتصاره السادس هذا الموسم إلى أندرو ويجنز الذي سجل 29 نقطة وكارل أنتوني الذي أحرز 27 نقطة. وصلنا إلى نهاية الجولة الرياضية، أشكركم على طيب المتابعة وأعود الآن إلى الزميل نادر. أشكرك أحمد. قبل ما نروح للفصل كابتن علي، عايز أتكلم معك على خسارة ليفربول. هي خسارة مفاجأة للجميع، بس تفتكر ممكن تأثر على مسيرته؟ والله أكيد كل نقطة ليفربول أكيد مهمة، خصوصا أن المنافسين هذا الموسم جدا صعبين، فأي نقطة أنت لما تحاول تجيبها من فرق متذبذبة الترتيب نتكلم عنها في الدوري الإنجليزي أكيد هي بونس بالنسبة لك. ولكن لما تشوف الدوري الإنجليزي كل السنوات الماضية دائما يعني كل مباراة هي صعبة بحد ذاتها، والدليل اليوم أن ليفربول كان متقدم 3-1، بوموث يعني بذل مجهود جدا كبير الشوط الثاني وقدر انه يقلب النتيجه، يعني من 3-1 الى انك تكسب ليفربول 4-3، اعتقد انه يعني لازم انك تبارك على هذا المجهود. اعتقد هو ده الدوري الانجليزي يعني، بس عايز اكلمك على انت ما شاء الله عندك خبره كبيره في الدوري الانجليزي. يونايتد ممكن ظاهريا مش ماشي كويس في الدوري، انما تعتقد ان هو ماشي ببطء بس ممكن يكون في نهايه الدوري يوصل للقمه؟ والله ما اعتقد بالمستوى اللي جالس يقدم الحين بالنقاط اللي جالس يجيبها، ما اعتقد انه بعد كثير عن المتصدر تشيلسي وليفربول وارسنال ليفربول ومان سيتي، خصوصا ثبات هذه الفرق مستوياتها. وفي الجانب الثاني مانشستر ما جالس هو اصلا يكسب نقاط عشان مصبوط. انك انت مثل تقدر بس العامل الحظ اعتقد لين الحين ما رايح مع مانشستر يونايتد، يقدم مستويات كبيره بس ما جالس يسجل بطريقه هو ممكن يريح نفسه، خصوصا مباراه اليوم في الدقيقه 89 ضربه جزاء وسجل عليه هدف التعادل. اكيد ده حلاوه او اثاره الدوري الانجليزي ان دائما المباريات الأخيرة هي اللي بتحسم الدوري. برنامج العربي الرياضي متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. كلوب سوكر العالمية تكشف عن قائمة المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب عربي للعام 2016 ومحرز المرشح الأبرز. أهلا بكم معنا مرة تانية. استكملت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي بأربع مباريات، الأبرز كان لقاء العين والوصل اللي كان متقدما حتى الشوط الثاني قبل أن يحسم العين اللقاء لصالحه ويشعل الصراع على مراكز المقدمة ما بين الفرق سواء كان الوصل أو العين أو غيرها من الفرق اللي بتتنافس على صدارة الدوري الإماراتي. تفاصيل أكثر في التقرير اللي جاي. والمتعة شهدها ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في لقاء الكلاسيكو بين الغريمين العين والوصل في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي، والتي انتهت نتيجتها الدراماتيكية لصالح الزعيم بهدفين مقابل هدف واحد للوصل الذي كان الأسبق لافتتاح باب التسجيل عن طريق نجمه وهداف الفريق البرازيلي فابيو دي ليما، لكن العيناوي استطاع قلب الطاولة على ضيفه والظفر بنقاط اللقاء عن طريق مهاجمه البرازيلي دينفريز دوغلاس، والإماراتي مهند سالم قفز بها إلى المركز الثالث برصيد 19 نقطة وثلاث مباريات مؤجلة خلف الوصل والجزيرة. وفي باقي نتائج مباريات اليوم، خسر النصر أمام ضيفه حتى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وفاز المستضيف بنياس على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تمكن الظفر من الفوز على مستضيفه دبل الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كابتن علي، يعني الحقيقة برضو الفرق القوية هي الفرق الصدارة دايما، العين والوصل والأهلي، يعني من الواضح برضو المنافسة في الدوري الإماراتي كالعادة زي كل موسم بتنحصر ما بين فرق قليلة جدا في الدوري.
والله الميزة هذا الموسم أن الجزيرة أفضل من الموسم الماضي. الجزيرة الحين في ترتيب الدوري، لا تنسى أنه لعب 9 نقاط، نادي العين يمكن كسب 6 نقاط جدا جدا مهمة بعد هزيمته من نهائي كأس آسيا. دائما أنت لما تلعب مباراة بقدر يعني أهمية كأس آسيا وتخسر فيها وتلعب مباراة الدوري بعدها، أعتقد أن هي نقطة التحول بالنسبة للفريق. نادي العين كسب 6 نقاط بعد هذه المباراة في مباراتين قريبين من بعض، وتأكد اليوم يعني قوة التركيز لاعبين نادي العين وفوزهم على نادي الوصل 2-1. هذه المباراة أعتقد أن هي بتحطهم في الطريق الصحيح، اللي هم متأخرين 3 نقاط عن جميع الفرق ما عدا نادي الجزيرة المتصدر بمباراتين، وعندهم 3 مباريات كمان مؤجلة. فهذا أعتقد أنه يعطيهم نقلة نوعية كبيرة، وأنهم رايحين ينافسوا. يعني أنت شايف الفرصة أكبر للعين، المنافسة أكبر أكثر للعين لأنه مؤجل 3 نقاط وهو قريب جدا من الصدارة أصلا. في الجانب الثاني لا تنسى وجود الجزيرة، الوصل، العين ونادي الأهلي في قمة الترتيب. أعتقد أنه هو من الفرق اللي دائما هي المنافسه في الدوري. وزي ما ذكرت قلت يعني العين 19 نقطه زي ما شايفين، وعندها 3 مباريات مؤجله ولسه يعني ما بينها 4 نقط ما عدا الجزيره. الجزيره هو الفريق يعني متمكن كثير، والوصل نفس الشيء، نادي الاهلي لا تنسى نادي الاهلي والشباب متقربين بالنقاط. فاعتقد انهم الدوري الاماراتي دائما هذه الفرق بتنحصر ما بين انديه دبي وانديه ابو ظبي. العين هو اللي داخل في يعتبر من ابو ظبي. ونفس الشيء لا تنسى ان نجمه الاول عموري حصل على جائزه افضل لاعب في اسيا، اكيد يعطيهم دفعة معنوية جدا كبيرة كقائد في الفريق أكيد. نادي العين أكيد. خلينا نروح لموضوع آخر. العد التنازلي بدأ لحفلة أو جائزة جلوب سوكر العالمية اللي هيكون 27 من الشهر الحالي في دبي. 3 أسماء بيتنافسوا على جائزة أفضل لاعب عربي ل 2016، منهم طبعا رياض محرز النجم الجزائري، والمصري محمد صلاح، والمغربي مهدي بن عطية. يمكن 3 من النجوم الكبار اللي كلنا بنفتخر بيهم في الوطن العربي بتألقهم في الدوريات الأوروبية. خلينا نشوف أكتر عن الجائزة والنجوم في التقرير اللي جاي. جائزة جلوب سوكر العالمية تكشف عن قائمة المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب عربي للعام 2016، والمنافسة تحتدم بين الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح والمغربي مهدي بن عطية. حفل توزيع جوائز جلوب سوكر سيعقد في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة في 27 من الشهر الجاري، وتتضمن قائمة الجوائز ألقاب أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل نادي، إضافة إلى ألقاب متعلقة بالتميز في جوانب مختلفة من كرة القدم. المرشح الأقرب للفوز باللقب هو الجزائري رياض محرز، فقد نال لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقاد فريقه ليستر سيتي إلى لقب الدوري لأول مرة في تاريخه، وحصل بعد ذلك على عدة ألقاب شخصية. ورغم أداء ليستر سيتي الضعيف في الدوري هذا الموسم وتردي مستواه واحتلاله للمركز 15، إلا أن عروض الثعالب في دوري الأبطال وبالأخص محرز تعتبر رائعة، وربما يجعل ذلك محرز الأقرب إلى نيل الجائزة. مدافع يوفنتوس مهدي بن عطية فاز باللقب عام 2014، ويعزز من حظوظه أنه يلعب مع بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس حاليا، ووصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال مع نادي بايرن ميونخ الصيف الماضي، وكان أداؤه ممتازا مع الفريقين اللذين يتسيدان الدوري في بلديهما. بن عطية المولود في فرنسا عام 1987 اختار أن يرتدي قميص أسود الأطلس وأن يلعب لمسقط رأس والده المغرب، مع أنه كان مطلوبا لمنتخب الديوك، لكن ما قد يقلل من فرصه أنه انتقل معارا من بايرن ميونخ إلى يوفنتوس ولم تتسنى له فرصة التألق مع سيدة العجوز بعد. المصري محمد صلاح ينافس بقوة ويكاد أن يكون نجم عملاق العاصمة الإيطالية روما الأوحد، بل اختير أفضل لاعب في النادي الموسم الماضي. صلاح المولود عام 1992 نال نصيبه من الشهرة والنجومية مبكرا،
وهو لم يتجاوز 18 من عمره مع نادي بازل السويسري، لكن تألقه عالميا كان العام الماضي بعد انضمامه إلى نادي روما، إلا أن ابن النيل لا يلعب في دوري أبطال أوروبا عكس بن عطية ومحرز، ما قد يؤثر على حظوظه في نيل لقب أفضل لاعب عربي هذا الموسم. علي، قبل ما أسألك على اللاعبين بس عايز أسألك على الجائزة نفسها، الجوائز بالنسبة لي لاعب كرة القدم، يعني أنت أكيد ما شاء الله حصلت على جوائز كتير، ومنها حتى في الموسم الحالي كأفضل لاعب في الريدينج وأفضل لاعب في المباريات اللي لعبت فيها، بتمثل إيه بالنسبة للاعب؟ أكيد تمثل حاجة كبيرة بالنسبة للاعب، أكيد دائما الإنجاز الجماعي كفريق هو حاجة الأولوية للاعب نفسه، بس كشيء شخصي أنت هذا مثل تكريم بالنسبة لك على كل المجهودات اللي جالسة تقدمها. فأعتقد هذه الجائزة هو تكريم للاعب اللي من خلال العطاء اللي جالس يقدمه طوال الموسم أو طوال السنة من خلال هذه الجوائز. ففي النهاية أعتقد أن الثلاث الشخصيات اللي تكلمنا عنها محرز بن عطية وصلاح أعتقد هم الأميز في الكرة العربية. محرز أعتقد بالنسبة لي محرز هو أعتقد أنه بيفوز بهذه الجائزة بسبب حصوله على الدوري الإنجليزي كإنجاز عربي خالص للاعبين العرب. ثاني شيء لا تنسى أنه هو حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، فأعتقد أنك حصولك على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مش بالشيء السهل، جائزة جدا صعبة، واعتقد ان هذه الاشياء اللي انت تنافس مع كل لاعبي العالم اللي موجودين في اكيد انت من افضل لاعبيات العالم يكون موجودين معه. من نهضم حق بن عطيه وصلاح محمد صلاح، محمد صلاح جالس يقدم مستويات جدا كبيره مع روما، حصول على جائزه افضل لاعب في النادي الموسم الماضي. بن عطيه يمكن انتقاله هذا الموسم من بايرن ميونخ الى يوفنتوس نقلة نوعية بالنسبة له، بس في النهاية يعني أنت شايف إن وتميز محرز نفس الشيء في الشامبيونز ليج في هذا الموسم، يعني أنت شايف ممكن يكون الترتيب محرز وبن عطية ثم محمد صلاح ممكن؟ أنا أشوف محرز محمد صلاح بن عطية يعني في الآخر كلهم لاعبين عربي، بس في النهاية جائزة أكيد هي دفعة معنوية كبيرة للاعب نفسه في عطائه. كابتن علي، إن شاء الله الجائزة بالنسبة لك إنك أنت تصعد مع ريدينج في اللهم أمين. الله يسمع لك إن شاء الله. شكرا جزيلا على وجودك معنا. بكده أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا، بكرة إن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من برنامجكم العربي الرياضي، إلى اللقاء.